مساء الخير يا كريم. مساء الخير كابتن هاني، ومساء الخير لكل جمهور النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي. واكيد طبعا هارد لك لينا نتيجه امبارح، اكيد احنا بنعتبرها نتيجه سلبيه. كنا نتمنى ان المباراه تطلع انتصار، ناخد 3 نقاط ونكمل مشوارنا بشكل يعني مطمئن اكتر، ولكن ما زال الامور الحمد لله يعني في ايدنا، لسه عندنا 3 مباريات. بس عايز ابدا معاك كابتن هاني من نقطه مهمه جدا. الناس دايما وجمهور الكوره دلوقتي بقى متطور وبيتابع الكوره الاوروبيه، ودايما بنتكلم في نقطه مهمه قوي في التحليل. ايه هي بقى؟ الناس بتقول يا ريت يا جماعه احنا لما نيجي نحلل الاداء نحلل اللي شفناه، ما نحللش النتيجه. بمعنى ايه؟ احنا معتادين الفرقه لما تكسب نشيد بيها، والفرقه لما تتعادل او تخسر ننتقدها. ده الناس يعني معتاد على كده. طيب هنا احنا بنحلل النتيجه، لكن احنا عايزين نحلل الاداء، عايزين نحلل اللي شفناه. احنا مثلا في ماتش سيمبا حللنا الاداء بشكل عام، عرضنا السلبيات وعرضنا برضو بعض الايجابيات اللي احنا عملناها. في ماتش الجيش فعلنا نفس الامر هنا في قناه النادي الاهلي، وبالتالي جه مباراه امبارح اعتقد واحده من المباريات اللي نادرا ما ممكن نشوفها. يعني دي بتفكرني بمباراه النادي الاهلي والنادي المصري في موسم 2004-2005، مباراه رقم 18 في الدوري. كان النادي الاهلي حقق مع مستر مانويل 17 انتصار متتالي، وجه عند مباراه النادي المصري المباراه دي حسن مصطفى اطرد فيها في الدقيقه 29 من الشوط الاول، والنادي الاهلي لعب ناقص، ولغايه نهايه المباراه كابتن نادر السيد كان هو حارس النادي المصري. ساعتها النادي الاهلي ضيع 17 فرصه محققه على المرمى، يعني كانت مباراه غريبه. فهي المباراه دي شبه، بص بقى، بنتكلم على المباراه من 2005 لغايه مباراه 2021، بنتكلم على مسافه. بس جزئيه هاخد الجزء الاولاني اتكلمت فيه، احنا يعني برضو الناس تفهم النقد مختلف عن التحليل. لان احنا بنحلل اداء عشان ايه؟ علشان السلبيات بتظهر والايجابيات تكون موجوده، وبالتالي انت بتصلح سلبياتك وبتزود ايجابياتك. ده المدير الفني بيدرسه، يعني ايه بنحلل اداء، بنحلل اولا اداء فرقتنا واداء فريق المنافس عشان نطلع بالايجابيات والسلبيات اللي فينا في المستقبل. النقد على مستوى النتيجه وارد، كل الدنيا بتتكلم ان انت لما بتكسب، وانا لسه قبل الهوا بقول لك احنا لو كنا كسبنا 2-1 او حتى من العشر فرص اللي جات لنا كنا احرزنا هدفين، اعتقد الرد كان هيبقى مختلف على مستوى النقد. يعني لا، انا كمان هضيف على كلام حضرتك، ماتش رائع الجيش الاهلي كسب، لكن كان في نقد سلبي قوي للاداء، صح كده؟ جميل جدا. امبارح يعني ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش ان احنا نكسب، وكان في شواهد كتيره ان احنا ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب ان المباراه دي تنتهي بفوز النادي الاهلي. لكن هل نقدر نقول النادي الاهلي امبارح في الاداء كان سيء او كان وحش؟ لا، صعب. هنا يعني هنختلف اختلاف جذري، لان الشوط الاول على وجه التحديد، يعني وهنا نتكلم على بيتسو موسيماني، والسؤال هنا كنا بنقوله في مباراه طلاع الجيش وماتش سيمبا، ان احنا نتمنى كل ما بنمر بتجارب الجهاز الفني يتعلم منها ويدينا دلائل ان هو بيتعلم منها. فشفنا مباراه فيتا كلوب الى حد ما، انا في وجهه نظري الشخصيه، الشوط الاول بالنسبه لنا ده افضل شوط انا شفته للنادي الاهلي مع بيتسو موسيماني. لعب ما بتكلمش على الفينش بتاع الهجمات، لكن لعب ووصولا لمرمى المنافس من جميع الجهات، يعني من الجهه اليمنى ومن العمق ومن الجهه اليسرى، كل حاجه في الكوره يا كابتن هاني عملناها، كل حاجه. وطبعا شفنا ان فيتا كلوب على الوجه الاخر لم يصل لمرمى محمد الشناوي في الشوط الاول غير بـ3 هجمات. انا هقولهم 3 هجمات طبعا، وبقول ايه هجمات دي ككلمه بس كده عنوان. يعني اول هجمه الكوره اتلعبت على الارض ومحمد الشناوي مسكها، دي كانت اول مره يوصل، اتلعبت بالعرض الضعيفه في محمد الشناوي. تمام. الهجمه الثانيه اللي اللاعب اخترق من الجبهه اليسرى وشاط كره عشوائيه كده طلعت عند الرايه الركنيه، دي الهجمه الثانيه. الهجمه الثالثه اللي جت في الدقيقه 42 وتم احراز منها الهدف. فده شكل الشوط الاول من عليك انت دفاعيا، لكن هجوميا خليني اقول لك اول رقم معايا النهارده، النادي الاهلي عمل 7 تسديدات على المرمى. على المرمى، يعني في الشوط الاول النادي الاهلي سدد 14 كوره، سبعه منهم على المرمى، يعني 7 كرات، يعني 7 فرص تهديفيه تقريبا. التمريرات الحاسمه في نصف ملعب
فيتا كلوب في الشوط الاول تمريرات حاسمه. يعني ايه؟ انت عملت كره بينيه وصلت لزميل، كره بينيه وصلت لزميل الشوط الاول بس، الشوط الاول 9 رقم واجمالي مباراه 15، فرقم كبير جدا. طيب نوصل للرقم الثالث المهم جدا في الهجوم، وهو المحاولات اللي على المرمى كتوتال بقى، يعني كمباراه ككل. من الجانب الايسر 30 محاوله، من العمق 32 محاوله، من الجانب الايمن 44 محاوله. وبالتالي الارقام بتفسر لنا الشكل اللي احنا شفناه. احنا النادي الاهلي في الكوره ككوره وكتكتك امبارح بيتسو موسيماني لعب بال 4-2-3-1 المعتاده، رجع اليو ديانج جنب عمرو السوليه، ودخل مجدي قفشه بلاي ميكر، وحط وولتر بواليا المهاجم ولعب بيه، وتقريبا تشكيله مثاليه يعني. واحنا في الهجوم، في الهجوم كنا بنلعب بطريقه اقرب الى 2-4-4. ليه؟ هو دايما كان مطير هاني وايمن اشرف، هاني وايمن اشرف طبعا بعد اصابه محمود وحيد، طبعا بتمنى له الشفاء بعد النهارده، يعني هو في تمزق في العضله الخلفيه وان شاء الله يرجع النادي الاهلي قريب. والشكل الهجومي كلنا نتفق ان النادي الاهلي رغم التاخر في النتيجه، الحاجه الوحيده اللي ممكن نقول يا جماعه احنا اتاخرنا في النتيجه هي الكلمه بتاعه اللي ضيع يقبل بس، لكن ما حدش يقدر يقول ان احنا قدمنا نفس الاداء اللي قدمناه قدام طلائع الجيش لا طبعا، او سيمبا. صعب جدا تلاقي حد يمتلك هذا الرأي.